ازيك يا مفيدة؟ بعد عني، مالكش دعوة بي. في ايه يا بت وانا هاكلك ولا ايه؟ عايز مني؟ عاوز منك ايه يعني؟ امشي امشي، انت باين عليك اتجننتي. يلا 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 ساقي. عارفه هتعملي ايه؟ عارفه عارفه، ما تقلقش. لا اقلق اقلق، ما تقلقش. انا مش عايزه تحس بيكي ولا تحس بيكي خالص، فاهمه ولا لا؟ خلي بالك. زهقت يا رب، الوحدة بتاكل فيا، خايفة افضل اكده زي البيت المهجور، لا حد بيزور ولا بيسكن فيه، الدنيا فضيت عليا، حتى مروان اللي كنت بجي عليه واترمي في حضنه بعنا، رمى نفسه في حضن كريم. يا رب ماليش غيرك، ماليش غيرك يا رب، سيبنيش. يا رب يا رب انت فتحت لي باب رحمتك ونزل براسيني. يا رب انت نجيتني وانا خاطيه. يا رب انا لا ليا اخ ولا اخت ولا حد تسند عليه، انت سندي يا رب. انت اللي هتسمع شكوتي وتحس بيا. انا مش طالبه غير انا ربي ولدي، وبعد كده اللي يحصل يحصل، اطمن عليه بس يا رب. يا رب حنن قلب ابوه علي يا رب. يا رب عملت ايه؟ خلاص جبته. الله يبارك لك يا امه. يلا على الكيش على طول، اوعي حد يشوفك. طيب الو. ايوه ست كريمه، الله يكرمك، انا وعدتك ووفيت. عايزك كمان نص ساعه تجابيني في نفس المكان والزمان، ما تتاخريش ولا دقيقه. يلا بقول لك ايه، قبل ما انسى، الفلوس اللي اتفقنا عليها تجي لي مظبوطه بالملين. الله يبارك لك، لا اله الا الله. عبد الحكيم، عبد الحكيم، يا مريم، يا مفيدة، يا نهار اسود، يا مريم، يا مريم، يا ولدي، يا عبد الحكيم، يا عبد الحكيم، الحكم يا ناس، عبد الحكيم، ما شفتش عبد الحكيم، عبد الحكيم ولدي، عبد الحكيم، يا ناس، يا ولدي. فيه يا بت، فين الواد؟ مش كان معاكي؟ راح يا ست جبريه. هو اللي راح؟ الواد فين يا ام طبي؟ ما عرفاش. ليه ما عرفاش؟ الواد فين؟ الله يحرجك. ما عرفاش، انا دخلت المجمع ما عرفاش اللي حصل، حد طبق على نفسي ما دريتش من اللي حصل، الواد راح يا حسن. عبد الحسن يا حسن. مروان، هو مروان ما فيش غيره. النهارده عبد الحكيم، بكره عبد الله، عشان لما مراته تخلف ما بقاش فيه غير ولده على وش الدنيا. مروان خد ولدي؟ لا، كله لا عبد الحكيم، ده انا اكله باسناني. تعالي هنا، انت رايحه فين؟ عايز يدك عني، انا خلاص ما عايزه اعيش معاك. انت مش قلت ان جوازك مني كان غلطه؟ انا كمان كل حاجه عملتها معاك كانت غلطه. انا بكرهك وبكره البيت ده وبكره اليوم اللي شفتك وجربت منك فيه. انت غضب ربنا اللي نزل علي. بس ولدي لا يا حسن، ولدي لا. من كنت فاكرين ان انا ضعيفه ولا مش هقدر على مروان، تبقوا غلطانين. انا اللي يجي ناحيه ولدي اهرسه، اكله باسناني واكل.
سليمان. قسما بالله العلي العظيم، الواد لو ما ظهرش ما في عين في البلد دي هيطلع لنهار. سواد الليل لو ولدي ما ظهرش بقول على عيالكم يا رحمن يا رحيم. اطلع ولد حسن عبد الحكيم يتخطف يا ولاد الكلب. ولد حسن عبد الحكيم يتخطف، انا هوريكم من هو حسن عبد الحكيم. انا هوريكم يا ولاد الكلب. ايوه كله تمام يا محرم بيه. ايه بدري في ايه مالك؟ ما اتفقتش مع مهدي باشا على كده؟ وانت خسران ايه يا اخي؟ حقك هيجيلك لحد عندك. والرجاله مالهم؟ هيحصل لهم ايه يعني؟ انا متفق معاه هياخدهم عنده يربيهم شويه عشان الناس تعرف ان هو مسيطر. ولو خدهم على المركز؟ مش هياخدهم على المركز، بقول لك انا متفق معاه على كل حاجه. انت ضامنه؟ عيب رقبت يا بدري. ايه في ايه؟ تعالي عايزك بسرعه مستعجل. مالك ايه اللي حصل؟ عايز اطمنك. طمني على ايه؟ على الواد. ماله الواد؟ خلاص بخ بره الدنيا بره الكوكب كله. بتكلم بجد؟ والله العظيم. يعني محدش هيعرف له مكان خالص. برافو عليك، انت طلعت واد جدع بجد. اه ما انا عارف. طيب بقول لك ايه، اصبر بقى عليا كده كام يوم لغاية لما الدنيا اللي بره المولعة دي تهدى، وانا هديك شوية فلوس يسدوا عينك ويسدوا عين الشمس كمان. ربنا يخليك ليا. بس هو الموضوع بصراحة ان انا قلبي دق دقة زيادة، قلت في عقلي بالي يا واد يا صوفة يبقى اكيد في حركة غدر جاية من حد، وسبحان الله جيت في بالي على طول، قلت اجي اشوف بقى ايه موضوع الغدر ده. انا اغدر بيه؟ نخسى عليك، انت خلاص بقيت من رجالتي. بجد والنبي؟ لا ما دام بقيت من رجالتك يبقى اعتبر رقبتي ملك ايدك. رقبتك؟ يا سلام عليك، انا بقول متوكدها بصحيح.